السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة موت الرئيس الإيراني، رأيت بعض الناس يعلقون بذكر ما حصل في سوريا، وأن من شارك في إحراق الأطفال مات محروقا، وبعضهم ابتهج حتى جاء بالذبائح، ومنهم من وزع الحلوى، ومنهم من فعل، ومنهم ومنهم ومنهم. قد يتفذلك إنسان ويقول هذا شعور انتقامي وهذا كذا وهذا كذا، ولكن بغض النظر عن مثال هذا بعينه، كل البشر يستشعرون شيئا من هذا، وهو استشعار العدل الإلهي، فطرة. وهذه الفطرة من أركان الإيمان بالدين والإيمان بالآخرة، وهذا من أحسن ما تخاطب به الذين انحرفوا عن الدين لأسباب عاطفية، لأنك تقابل هذا الأسباب العاطفية بأسباب عاطفية أخرى. فإن قلت لي كيف هذا، فأقول لك نحن إذا رأينا شيئا من هذا في الدنيا فإن نفوسنا تنتعش، وأكثر ما يذكر الناس رب العالمين، خصوصا إذا كان الأمر لا مدخل فيه ليد البشر مباشرة أو لأيدي المظلومين. وهذا لا يوجد إنسان ما رأى أن إنسانا ظالما فعل شيئا ثم بعد زمن وقع له عقوبة تكافئ ظلمه. هذه عينة من العدل الإلهي، عينة نرى نحن آثارا من العدل ونتلمس، وآيات كثير من الناس عنها في غفلة، وهي آيات مشاهدة ونراها. هذه آيات أول شيء تدلنا على العناية الإلهية، وثانيا تدلنا على أمر الآخر. حتى الكثير من القصص والروايات وغير ذلك مبنية على هذا الأساس، إنسان ظالم ثم تكون له عاقبة. هذا الشعور الذي يستشعر عموم البشر فيه الراحة، وأيضا إنسان أحسن أو ظلم فتكون له عاقبة، أيضا عاقبة حسنة. فعلى سبيل المثال، أن ترى إنسانا أصيب بإعاقة أو بلاء أو غير ذلك، يعوضه الله عز وجل أمرا آخر. كأن ترى إنسانا مصابا بعمى فيعوضه الله عز وجل ذاكرة جيدة، يعطيه عوضا. أيضا ما أودع الله عز وجل في قلوب عباده من الرحمة، فإن كثيرا من البشر يكون فيهم عوز شديد، إما من فقر أو مجاعة أو ما سمي بالعاهات. سبحان الله، رب العالمين يودع في قلوب الكثير من عباده رحمة شديدة لهؤلاء، فيعينونهم بما يستطيعون. بعض الزنادق يقول هذه إنسانية، لا، هذه رحمة أودعها الله بقلوب العباد في كثير منهم، مسلمهم وكافرهم. ولكن كثيرا من الناس بفعل الشيطان وبالوسوسة وغير ذلك لا يعمل مقتضى هذه الرحمة ويعارضها، وأما الوحي فجاء بالعمل مقتضاها بتهذيبها وبتنظيمها. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. رجل من الجاهليين، يذكر في الكتب أن رجلا من الجاهليين كان يؤمن بالآخرة خلافا لقومه، فسألوه قالوا له: لماذا أنت يعني تؤمن بهذا؟ قال: أنا رأيت أناسا يظلمون فيصيبهم الجزاء، يعني رأى عينة من العدالة الإلهية والتي يستشعرها عموم الناس، عموم الناس. فقال: ورأيت أناسا أجلوا وتركوا، فعلمت أن لنا حياة غير هذه الحياة يستتم فيها الأمر. العدل الإلهي نحن في هذه الدنيا نرى له عينات، عينات وندركها ونحاول أن نطبق العدل ما استطعنا، وهناك أمور خارجة عن إرادتنا ولا يمكن أن نفعلها. هناك مظلومون مهما عاقبنا الظالمين هم لن ينتفعوا بشيء لأنهم ليسوا بيننا، أما في الآخرة فسيكون الجميع حاضرين. يختص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهناك المبتلون أهل البلاء، وهناك المعذبون، وهناك الذين أسيء إليهم، وهناك أصحاب النعم التي ما رعوها والتي فاخروا فيها والتي كسروا قلوب الفقراء فيها. وهذه أمور ما يحاسب عليها أي قانون. إنسان عنده ترف يظهر ترفه ويظهر كذا ويظهر كذا أمام الناس جميعا لكسر قلوبهم، هذه ما يحاسب عليها رب العالمين. العدل لا يمكن يستتم إلا بالآخر، وليس معنى هذا أننا لا نطالب بما نقدر عليه من العدل في الدنيا. روي في تاريخ دمشق سند قوي عن أشعث الحداني أنه رأى الحجاج في المنام فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: قتلني بكل مسلم قتلته قتله. هذا النوع من العدل لا يوجد إلا في الآخر. إنسان قتل ألف شخص أو أحرق ألف شخص، هو فعلا العدل أنه يحرق ألف مرة، لكن من يقدر أن يحيه؟ من يقدر أن يقتله أن يحييه ثم يقتله ثم يحيه ثم يقتله؟ الله وحده. البشر غير قادرين على هذا، هذا خارج عن حدود ما يستطيعون. هناك كلمة عجيبة لابن القيم قرأتها في حاد الأرواح، أنه يقول أن الناس حتى من يذهب للنار يذهب وقلبه مليء بالامتنان لله عز وجل لما رأى من العدل، أو كما قال ابن القيم: لك أن تتصور ذلك اليوم الذي يقتص فيه من جميع الظالمين ويعوض فيه جميع المحرومين، ثم بعد ذلك يحاسبون على عقائدهم. طيب، يقول قائل لي: طيب يا شيخ، أليس حق الله هو الأعلى؟ ونقول: نعم، حق الله هو الأعلى، ومن أساء الظن بعدل الله هذا أساء في حق الله عز وجل، وحق الله هو الأعلى بأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ولكننا نحن الآن نحدثهم على ما يظنونه بجهلهم، في كثير منهم يولد إشكالات أخلاقية على الدين. أنت لا تريد شيئا على الدين إلا وهو في منظومة العقيدة اللادينية أعظم، لا تريد شيئا على الدين إلا وهو في اللادينية أعظم، ويرد عليه ما هو أعظم، بل إنك بعقيدتك أنه لا توجد آخرة وأنه لا عدالة إلهية في الدنيا وأن العدالة ينبغي أن يصنعها البشر والبشر عاجزون عن ذلك، وأنت ترى الظلم
من الواقع كل يوم. بل كثير من الناس لا يدفع الظلم من باب ارتكاب أدنى ضررين فيما يرى، أو من باب مراعاة مصالح مع معرفته أن هذا ظلم. كنت أقرأ في تاريخ الجبرتي وهو قد عقد مقارنة بين الإنجليز والفرنسيين في الحديث عن احتلالهم لمصر، فقال أن الإنجليز نصارى وأما الفرنسيون فلا يدينون بدين، ولهذا تظاهروا بالإسلام من باب منافقة أهل الإسلام، فقال لا يدينون بدين بل يدينون بالمساواة والعدل وغير ذلك كما يقال. ولاحظ أن هذه شعاراتهم من زمن طويل، ومع ذلك ما الذي فعلوا؟ دمروا عموم البلدان التي دخلوها واحتالوا احتيالات عظيمة. واليوم ما أكثر هؤلاء الذي يحدثك عن العدل والمساواة ومعضلة الشر وكذا، ثم يجعل ذلك الأمر مدرجا لإيش؟ مدرجا لشهواته ومدرجا لكفره، فلا يعرف آلام الأطفال إلا إذا أوردها على الحكمة الإلهية، مع أن هناك آخرة ويعوض بها كل الناس عما أصابهم. وأما من يبلغ فإن كان كافرا فالكافر يأكل بحسناته في الدنيا، ونعمة الله عليه أعظم بنعمة الحياة، فالألم نقص في الحياة والله أعطاه الأصل. وأما المسلم فإنه تكتب حسناته وهو طفل ولا تكتب سيئاته، فلهذا آلامه تكون من ضمن الكفارات، وهذه فائدة جليلة. طيب، فلا يعرف آلام الأطفال إلا إذا أورد الأمر على الحكمة الإلهية، وكما يفعل كثير من الملاحدة والملحدات والعلمانيين والعلمانيات، أنه يأتيك ويحارب طواحين الهوى، يحارب أحكام فقهية قرأها في بعض المؤلفات وهو يعلم أنها غير مطبقة، ويترك ظلما حاضرا موجودا، بل ويبشر الظالم أن لا حساب لك عند الله عز وجل، وأنك إن استطعت أن تفلت الآن فخلاص انتهى الأمر. وكثير منهم يجتهد أن يفلت الآن، وكثير منهم ينجح، كثير منهم ينجح بهذا الإفلات، وإن عوقب يعاقب عقوبة لا تقارن بما صنعه من إجرام. فمثلا لو تأمننا حال بشار الأسد وما فعله في أطفال سوريا وكذا وكذا وكذا، هذا لو مسكناه وقتلناه بس هكذا قتله، بالله عليك أنت في نفسك هذا كافٍ؟ بعض الناس يقول نعم، بعضهم يقول لا والله، يعني ودك لو تستطيع أن تعذبه أن يعني تقتله عن كل شخص قتله قتله، هذه ما تكون عند الله تبارك وتعالى. فتأمل هذه المعاني بارك الله فيك، ولهذا تعرف أن ما في الدين من العزاء ومن تحقيق العدل ما لا يمكن أن يوجد في أي منظومة أنت تتخيلها، موجودة أو ستوجد، لأنه ما كان من عند الله غير ما كان من عقول عباده. الله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.